صباح الخير. سلم على اللي جنبك كده وحييه وقول له اهلا بيك في بيت الرب في اليوم ده العظيم اللي فيه نجتمع معا كعائله واحده لنفرح ولنتهلل به. ما ابتدي الرساله اللي ربنا حطها على قلبي في هذا الصباح، عايز اعلق برضو على الاحداث المتتاليه. اغلبكم متابع ان من يومين كده نزل على موقع من المواقع سوء تفسير للصلاه اللي بنصليها بالليل، والاخت نوره بتصلي من اجل رش دم المسيح على شوارعنا وميادنا وبيوتنا من اجل الحمايه، والحقيقه اتهم بطريقه خاطئه. وامبارح انا خدت حوالي ربع ساعه بشرح وبدقق في الكلام عشان الرسالة توصل واضحة وصريحة، لكن بكل أسف امبارح على قناة النهار مع الأخ محمود سعد وعلى قناة روتانا المصرية بقى مع الأخ تامر، برضو اتنين من إخواتنا يعني هجمونا هجوما شديدا، والمسيحيين يدعوا إلى العنف وإلى رش الدم، مع أن رش المية هو العداوة. أول مرة أعرف أن رش الدم، مش عارف أقول إيه غير أني أقول مرة تانية دم المسيح بالنسبة لنا الفداء اللي يفدينا من خطايانا، فلا نبغض بل نحب بعضنا بعض، فلنصنع الحب والصلاح الواحد للآخر. فلما يرش دم على المسيح علي أتطهر من خطيئتي، فأحب أخويا وأحب عدوي، مش أقتل عدوي. ودم المسيح بالنسبة لنا مش بس فداء لشرورنا، لكن هو القوة اللي بتوقف عمل إبليس، يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت. الملاك المهلك لا يدخل حين يرى الدم، دم الفادي، دم الشفيع على العتبة وعلى القائمتين. كتبت النهاردة الصبح تويتر وناس ردت علي، كتبت اتنين الحقيقة وناس ردت علي ردود جميلة، وأنا عايز أشكر الأحباء الرد والردود المختلفة ديت، لكن برضو عايز أضيف تعليق كده. كتبت قلت كده: البعض لا يصدقون أننا كمسيحيين نحب إخوتنا المسلمين ونصلي لأجلهم ولأجل سلامتهم، ربما لأنهم لا يبادلوننا نفس الحب. وناس بعتت تقول لي: لا بنحبكم يا أسيس، واحنا مسلمين وبنحب اخواتنا المسيحيين ونشكر كل الاجابات الايجابيه. لكن حد كتب وقال لي: ليه بتعمم؟ ليه بتعمم؟ فانا الحقيقه لم اعمم، انا قلت البعض وربما، يعني حتى البعض ده اللي مش مصدقين اننا بنحبهم ربما لانهم مش بيحبوننا. وبعدين انا جبت ربما ده مش من عندي، يعني ما جبتهاش من تفسيري الخاص، من قراءتي الشخصيه، من سوء نيتي، لا، ده على المحطات الفضائيه في توك شو مشهور جدا كان في اب كاهن ارثوذكسي هناك بيقول: انا قد امرت ان احبك يا اخي المسلم. وبعدين شيخ إسلامي قال: وأنا أمرت أن أبغض كل من لا يؤمن بالإسلام دينا، فأنا أمرت أن أبغضك. فإحنا وصلنا رسالة من البعض، من البعض أنهم لا يحبوننا فلا يصدقوننا أننا نحبهم. ولما بنصلي بنصلي حماية، وحماية لإخواتنا المسلمين قبل للمسيحيين. مش كده؟ مش بأن واحد قال، الواحد قال رشوا دم المسيح على كنايسكم بس، على كنايسكم بس، مالكوش دعوه بالشوارع، مالكوش. احنا مش بنطلب سلامه الكنيسه، احنا بنطلب سلامه الوطن، الشعب اللي ربنا حطينا فيه، لاننا بنحبهم بحق. اتمنى ان هذه الرساله تصل لمن يريد ان يعرف الحقيقه. اشارك معكم ايات كتبها المرنم في ثلاث مزامير مختلفة. هركز في البداية على الجزء الأساسي من مزمور 40، لكن هقرأ من مزمور 27 ومن مزمور 30 كلمات مرادفة تكمل المعنى وتشرحه. مزمور 40، مزمور لداود، كلمات مشهورة قوي: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي
وسمع صراخي. عرفت منين؟ لأنه مد إيده. أصعدني من جب الهلك من طين الحمأة، أقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي، جعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون اللي ربنا عمله فيا واللي ربنا عمله معايا. خلي بالكم، كثيرون يرون هذا المشهد، يحصل لهم ايه؟ يخافون الله ويتوكلون عليه. يخافون ويتوكلون على الرب. عدد 4، طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت الى الغطاريس والمنحرفين الى الكذب. عدد 8، عدد 7 بيقول: حينئذ قلت انا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، وشريعتك في وسط احشائي. عدد 10، لم اكتم عدلك في وسط قلبي، تكلمت بامانتك وخلاصك، لم اخفي رحمتك وحقك عن الجماعه العظيمه. عدد 16، ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك، ليقل ابدا ابدا، يعني مش ابدا ابدا، لا ابدا ابدا الى الابد، محبو خلاصك. يقولوا ايه؟ يتعظم الرب، يتعظم الرب. ايات اخرى جميله في مزمور ايضا 27، المزمور الشهير: الرب نوري وخلاصي. في آخر العدد بيقول في عدد 13 و14: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. مزمور 130 عدد 5 و6: انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. أنا مستنيك ومستني كلمتك. نفسي تنتظر الرب قد إيه؟ أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. ليرجو إسرائيل، الشعب في القديم، الكنيسة في العهد الجديد، لترجو الكنيسة الرب، لأن عند الرب الرحمة وعنده فداء كثير. غني في الرحمة، غني في فدائه. اسمحوا لي نحن قلوبنا قدام الرب، وإحنا نطلب أن يكلمنا في هذا الصباح ويشرح لنا المكتوب. ما أحوجنا لكلمة من قلبك لقلوبنا، من فمك يا رب لضمائرنا وأحشائنا، وسط أقاويل كثيرة حولنا، وسط أصوات عالية، وسط صراخ. نحتاج أن نسمع صوتك الهادي الوديع ليكلمنا يا رب، يشددنا ويشجعنا، فننتظرك أكثر من المراقبين الصبح. في ضعف وجهل عبدك تنازل إلينا رب، مش بس لهذه الجماعة اللي أمامك في بيتك، لكن لألوف ألوف الربوات اللي بيشاهدونا على محطات التلفزيون وعلى الإنترنت. تكلم إلى كل قلب في هذا الصباح في شفاعة المسيح. آمين. أعتقد أن دي رسالة لها معنى خاص لنا في هذه الأيام، لنا كأفراد ولنا كجماعة. الحديث بلغة المفرد: انتظارا انتظرت الرب، لكن ممكن تبقى انتظارا انتظرنا الرب. الصرخة ديت بتنادى من وضع صعب قوي، لما يصف حالته بقى، لما ربنا مد ايده ليه، الحالة اللي هو صرخ منها، بيقول: من جب الهلاك من طين الحمأة. يعني انا قاعد في ظروف طين، قاعد في اوضاع صعبة جدا، جب مليان طين، فنفسي بتغوص فيه، وحل حواليا، ظروف صعبة جدا. واعتقد ناس كتير كأفراد بتمر بظروف صعبة الأيام دي، اقتصاديا
ناس كتير برا أشغالها، مفيش موارد. ابني يعني لسه امبارح بيشاركنا بيقول أنا مسؤول في الوحدة أروح أحط أرمي الزبالة. في راجل كل مرة وأنا هناك بيروح عشان ياخد الأكل من الزبالة ويسألني في عيش؟ في عيش؟ في عيش؟ في ناس أفراد ظروفها الاقتصادية صعبة، في ناس ظروفها الاجتماعية صعبة وقاسية جدا. لسه أخت النهاردة قابلها عند الباب بتقولي حرقوا بيتي، حرقوا بيتي، أنا مش عارف أروح فين، أعمل إيه دلوقتي. فناس كأفراد اقتصاديا اجتماعيا أمنيا صحيا، كمية الصلوات للناس اللي في الانتنسيف كير واللي على شفاء الموت والناس اللي بتعاني من أمراض صعبة جدا، طين الحمقى، جب الهلاك. من هناك صرخت فسمع صراخي. لكن كمان كجماعة افتكر الوضع اللي احنا بنعيش فيه كشعب بالذات اليومين دول، واحنا داخلين الاسبوع ده الاسبوع الاخير العظيم من هذا الشهر. افتكر الوصف ده ممكن يصف شعب بحاله في حالة صعبة جدا، جب الهلاك، طين الحمقى. عشان كده لو انت كشخص او احنا مع بعض محتاجين نسمع النهاردة ما يريد ان يقول الروح لينا. انتظارا انتظرت الرب، انتظارا انتظرت الرب. وبعدين بيقول في نتائج عظيمة حدثت ليا، وبعدين نتائج عظيمة حدثت للذين يرون. وبعدين في الآخر بيقول أتوقع إن كل محبي الرب يبتهجون ليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك، وليقل محبي الرب يتعظم الرب. فبيتكلم عن اللي هو عمله وأهمية اللي هو عمل. انتظارا انتظرت الرب، وأنا بصرخ بصرخ مش أتوقف عن الصراخ. الناس بتقول ليه 10 أيام وليه هتمدوها، ليه نصلي كل يوم، نصلي كل يوم. يعني لو ما صليناش وإحنا في طين الحمقى هنصلي إمتى يعني؟ وبعدين بيتكلم عن استجابة منظورة مسموعة. مد يده، مد يده، أصعدني، أقامني، وجعل في فمي ترنيمة. وبعدين بيقول كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. ده إيماني ورجائي للوقت اللي جاي ده، إن عيوننا هترى وحتمتلئ أفواهنا ضحك وألسنتنا ترنما، وإن كثيرون من حولنا سيرون ويخافون ويتوكلون على الرب. الجزء الأولاني في حاجتين مهمين قوي. في البعد الزمني انتظارا انتظرت الرب، الترجمات التانية عشان حكيت انتظارا ديت انتظرت الرب. لا، في الترجمات التانية بيقول I waited patiently، أنا انتظرت بصبر، لأن كانت في مدة زمنية طويلة ما بين الصراخ وما بين انه مد يده واصعدني واقامني وجعل في فمي ترنيمه جديده. احنا عايزين كل حاجه تحصل دلوقتي 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 دلوقتي. دي العيال الصغيرين، ها، فاحنا مرات دلوقتي عايزين دلوقتي دلوقتي دلوقتي. عايز اللعب دلوقتي، عايز العجله دلوقتي، عايز استريح دلوقتي، انقذني دلوقتي. لكن الكتاب يتكلم عن فترة زمنية فيها تعب، فيها معاناة، فيها يبان كأنه مش سمعني، مع أنه هو سمعني، هو سمعني من أول لحظة. لكن في فترة ما بين الصراخ وما بين أنه أصعدني وأقامني وجعل في فمي ترنيمة لإلهنا. البعد الثاني في الحتة ديت بيتكلم عن الصبر والانتظار
وبعدين بيتكلم عن حاجة تانية مهمة قوي، ان انتظرت ربنا، ما انتظرتش لفلان ولا علان، لا استنيت الظروف تتغير ولا حد هيتدخل ولا مش عارف مين هيعمل ايه. يعني بمعنى كده بالبلدي كده، لا زيد ولا عبيد ولا نطاط ليه الحيط. انا استنيت مين؟ انا استنيت ربنا. هو اسمعني، هو مال الي وسمع صراخي، هو اصعدني، هو اقام على صخر رجلي، هو ثبت خطواتي، هو جعل في فمي ترنيمه جديده. خلي بالكم احنا مرات كثيره بنصلي نصلي يا رب يا رب، لكن احنا عمالين نعمل سيناريوهات، مين هيتدخل؟ مين هيعمل ايه؟ مين هيصل ازاي؟ في طياره هتاخد الناس وتمشي، في مش عارف ايه هيحصل ايه؟ في ظروف هتطلع ايه؟ في ينفع ايه؟ يعني امريكا هتعمل ايه؟ مش عارف اوروبا هتعمل ايه؟ متهيألي يعني والحمد لله كل امالنا خابت، صح؟ انا منتظر الرب. بيقول لم يلتفت الى الغطاريس، الى المنحرفين الى الكذب. انا حطيت عيني على ربنا، انا استنيته هو، لان انا ايماني فيه هو، يقيني فيه هو، وبكلامه رجوت، ثقتي فيه وبكلامه. خليني اخذ الجزء ده باكثر تفصيل، وبعدين هنشوف اثنين وثلاثة واربعة. جت بطريقة تلقائية عظيمة، سمع وأقام وأصعد وجعل في فمي، وبعدين مش بس كده، ده الناس رأوا وخافوا وتوكلوا على الرب. ايه حكاية الرحلة ديت؟ حياتي مع ربنا مش موقف حصل، التقيت بالمسيح زي بولس الرسول التقى بالمسيح في طريقه لأورشليم، كان مضطهد الكنيسة، كان مفتريا، كان مجدفا، كان يعذب المؤمنين ويلقي بهم في السجن، والتقى بالمسيح وأضاء نور من حوله وسقط على الأرض. من أنت؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفز منافس. دي بداية الرحلة، دي مش نهايتها. هذا الإعلان الإلهي، هذا اللقاء، هذا الاختبار الإلهي، هذا الخضوع لربنا، وبعدين يجي حنانيا ويصلي له وتسقط قشور على عينيه ويمتلئ من الروح القدس، ويتنبأ حنانيا عليه ويقول له ربنا انتخبك عشان تكون لي شاهدا بما رأيت وسمعت، وإنك هتحمل اسمي أمام ملوك وأمم وشعوب كثيرة. مش من اللحظة ديت تمت كل المواعيد في حياته، بالعكس ابتدى يكرز بالإنجيل، وبعدين قاوموه، وبعدين هرب في زنبيل، وبعدين ذهب إلى العربية 3 سنوات. المسيح التقى بالتلاميذ وهم يصطادون السمك، هلم ورائي، تركوا كل شيء وتبعوه، لكن الدعوة مبدئية هلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. في بروسس، في رحلة ما بين الاختبار بتاع ربنا ولقاء ربنا والوعد اللي ربنا وعدني به وبين تتميم هذا الوعد، في رحلة، في رحلة، في مشوار زمني بمشي patiently بصبر وإيمان معاه، في أيام بعضها أو كلها قد يكون جب الهلاك وطين الحمأ. ليه؟ ليه الوقت ده؟ ليه مش من أول ما أنا تعبان وظروفي صعبة؟ ليه مش من أول لحظة صرخت فيرعمت إيده منقذني؟ ليه؟ ليه تترك يونان 3 أيام في جب في بطن الحوت؟ طبعا يقول لك دي معقولة، ناس تقول لك عندكم قصص غريبة قوي، يونان في بطن الحوت 3 أيام، قعد بقى فين؟ في الكرشة ولا في الفشة؟ وقعد فين بقى؟ وبيتنفس فين؟ وبياكل إيه؟ وبياكل بقى سمك بقى وبيأزأز بالسلطة بالعشب يعني، والناس تقول لك عندهم شوية تخاريف، الناس دول مخرفين، عشان كده ربنا مش موجود، عشان قصة يونان. طب قصة دانيال في جب الأسود ونايم عليها، طب قصة الفتية الثلاثة في الأتون وربيع شبيب ابن الآلهة، أنا شفت كلها أساطير أساطير أساطير. عندنا الدليل العلمي والتاريخي والفلسفي الذي يؤكد وجود الله، وكل من يقول أن الله غير موجود ما عندوش أي دليل،
وبيكذب على روحه، علميا بيكذب على روحه، بيكذب على روحه. وإن كان الله موجود فليس عند الله إيه؟ مستحيل. لما ربنا يعمل معجزة هتبقى المعجزة ديت حاجة عادية؟ مثلا يشيل المايك فهيسقف له، يعزل على جيت يا له ياخد. أكيد لما ربنا يعمل حاجة يعمل حاجة فائقة للعقل. يقيم ميت بعد 4 أيام، يخلي ينام 3 أيام في بطن الحوت وعايش، يخلي الفتية في قلب الأتون وهو يبقى معاهم وما فيش حاجة تتحرق. كلها معجزات. المسيح على مهام باليوم الثالث من بين الأموات، كلها معجزات. ربنا يصنع المعجزات. فلو ربنا موجود لازم يعمل معجزات، وإذا ما عملش معجزات يبقى مش ربنا. وأنا عندي دليل على وجود ربنا، وبالتالي عندي دليل على وجود المعجزة. لو مش بتؤمن بربنا أنت بتخون العلم وبتخون الثقافة. وإذا أنت مش مصدق أن ربنا موجود يعمل معجزات يبقى أنت إنسان غير منطقي. ده بره الموضوع، أرجع للموضوع بتاعي بس عشان خاطر الإلحاد تعبني اليومين دول. ليه مش من أول لحظة مددت إيدك وأنقذتني؟ ليه في وقت ما بين الصرخة وما بين تحقيق الوعد وبكلامك رجوت؟ في أسباب كتيرة تكلمت عنها، لكن النهاردة عايز أركز على حقيقة صغيرة قوي. إن ربنا يعملني، إن ربنا يصنعني. بولس وهو بيحكي اختباره في أعمال الرسل وبيشارك قصته وفهمه ليها، بيقول في أعمال 22 عبارة جميلة قوي. لما ألقي القبض عليه وقف يدافع عن نفسه أمام جموع اليهود الذين طلبوا بقتله وطلبوا بموته، بيقول في 22 هذه الكلمات، أسف 22 وعدد 14، فقال إله آبائنا انتخبك. دي كلمات بيقولها حنانيا لما راح له قبل ما تكون له شاهدا لجميع الناس، لتعلم مشيئته وتبصل البار وتسمع صوتا من فمه. لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وبما سمعت. ليه 3 سنين ما بين التقيت بالتلاميذ وما بين الإرسالية العظيمة ديت؟ ليه 13 سنة ما بين يوسف يباع عبدا وبين أن يصير رئيس وزراء ومنقذ مصر؟ ليه الفترة الزمنية دي اللي في جب الأسود وفي طين الحمأة؟ ليه الوقت ده اللي بعضه كان قد يكون كويس وكثير منه قد يكون صعب؟ ليه 2.5 سنين بتمر على بلادنا في هذه الضيقة الشديدة منذ 25 يناير؟ على المستوى الشخصي بيقول في كلام واضح، لتعلم مشيئته، لتبصر البار، لتسمع صوتا من فمه. انت محتاج وقت تتعلم تفهم مشيئة الله، تفهم هو مين وعايز ايه، تعرف الحق. اول ما التقى بولس بالمسيح نزل يدافع عن الإيمان ويثبت ويكحد الناس ويحاكي الناس أن بالحقيقة هذا هو المسيح. وبعد 3 سنين في البرية في الصحراء لتعلم مشيئته، عشان تدرس كويس، عشان تفهم، عشان تتعلم. ومش بس المعرفة الذهنية، لتعلم مشيئته، لتبصر، لتشوفه. ومش بس تبصر، وتسمع كلمة من فمه. وفي حياة بولس بنشوف ان مش دي كانت رؤية الوحيدة اللي في حياته. كل شوية ربنا يظهر له ويشوفه ويسمعه، ويظهر له ويشوفه ويسمعه، او يشوفه ما يسمعوش، او يسمعه ما يشوفوش. لكن كثرت مرة واثنين وثلاثة واربعة في رحلة الحياة نحو تحقيق الهدف الالهي. ربنا عايزني افهم، افهم مشيئته. الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. بس مش بس المعرفة العقلية، الاختبارية، اني اشوفه واسمعوا. لما بيقول للناس ربنا كلمني يبصلنا كده، نعم يا اخويا، نعم يا اختي، ربنا كلمك، تطلع مين حضرتك؟ اطلع ابنه. وعدني وقال خرافي تسمع صوتي. احنا عندنا الكلمه دي من زمان، ما لناش دعوه بيستخدموها ازاي دلوقتي. خرافي دي فما لناش دعوه خالص. كلمة خرافي والنهضة، كل دي مصطلحات عندنا بنقولها من زمان، ملناش دعوة خالص بالاستخدامات الجديدة. خرافي تسمع صوتي
وأنا أعرفها فتتبعني. في فترات ربنا بيبقى عايز مش بس يعرفني الحق فأفهم إن الله لا يجرب أحد بالشرور، وإن جب الهلاك وطين الحمأة ده مش صنعة يديه، ده عمل الشرير والأشرار. لكن كما يبقى عندي الاختبار الحقيقي الـ personal accountability with God to encounter God، إني أختبر ربنا، إني أقابل ربنا، إني أعرف أدي report، إني أعرف قدامه محاسب، إني أعرف أشوفه وأسمعه وأسأله ويجيبني. اسألني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها، لأنك هتكون لي شاهد بما رأيت وسمعت، مش بس بما فهمت. أنا مش ناقل للأخبار، أنا مش فهمت وبعدين بقول للناس أنا سمعت إن القسيس سامح بيقول كذا كذا فبجاوب. لا لا لا، أنت شخصيا، أنت شخصيا مش بس فهمت وعرفت مشيئة الله، ده أنت شفته رأيت وسمعت بيكلمك، ولما بتغمض عينيك عن العالم بتشوفه بيتراءى ليك. عشان كده لما تشهد تشهد عن بما رأيت وسمعت، عن اختبار حقيقي، مش بس عن معلومات وإجابات لأسئلة الناس، عن اختبار حقيقي أن الله حي. أنا لسه كنت معاه النهاردة الصبح، أنا لسه امبارح قايل لي كذا كذا، أنا لسه امبارح اداني هذه الرؤية، أنا رأيته، أنا سمعته. ده اختبار حي، دي مش أساطير، دي مش حواديت. في قلب الأتون رأوا الرابع الشفبيه بابن الآلهة. في قلب الجب جاء الملاك عشان يسد أفواه الأسود. في قلب الأيام الصعبة بختبر الله اختبار عجيب، بفهم وبختبر، بفهم وبختبر ما لا أستطيع أن أفهمه وأختبره في الظروف العادية. وربنا عايز يمضج الكنيسة، وعايز يمضج البلد، عايز يمضج الكنيسة، عايز ياخد الكنيسة في الرحلة دي. أجعلكما تصيران صيادي الناس لتكون شاهد، لأنك ستكون شاهد. اسمح لي أمررك في الأيام، يوسف ستكون مخلص مش بس لإخواتك، لشعب مصر، مش بس لأهلك وعشيرتك، لشعب مصر. فاسمح لي في بيت فوطيفار وفي قلب السجن تعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع كلمة منه وتتعلم تفسر الأحلام والرؤى وتعرف ربنا عايز إيه. واصنع منك مخلص ومنقذ ومنجي، واصنع منك شاهد أمين، واصنع منك رجل وإناء للكرامة مستعد لكل عمل صالح. انتظارا انتظرت الرب. فمال إلي وسمع صراخي. الحقيقة الثانية في الانتظار زي ما قلت، تركيز على ربنا. مستنيه هو. أنا مستنيه هو. وبكلامه رجوت، ومستني وعوده هو. استني هو يأتي إلي، لأن عايز أشوفه، عايز أسمعه، عايز أعرفه. ومستني وعوده عشان هو اللي نطق بيها وعايزه هو اللي يعملها، مش أنا اللي هعملها له، هو اللي هيحقق هذه المواعيد التي وعدني بها. بص في مزمور 30 بيقول إزاي هذه الكلمات. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب بشغف، بحنين، بشوق، بتوقع، بانتظار أكثر من المراقبين الصبح. يعني جه ما جاش ما جاش مش فارقة، لا 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 لا، أكثر من المراقبين الصبح. أنا متأكد إن الصباح سيأتي، أنا متأكد إن الصبح سيأتي، وأنا أكثر من منتظرين الصبح، أنا مستنيه
وبكلامه رجوت. عشان كده بيقول كاتب المزمور على طول هنا: طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت إلى الغطريس أو إلى المنحرفين بالكذب. احنا طول النهار بنسمع إشاعات 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 حوالينا، طول النهار بنسمع توقعات والسيناريوهات المختلفة. أقدر أقول لك سيناريوهات مختلفة، 1 2 3 4 5 6، إيه اللي هيحصل فيهم؟ ما أعرف. طب لازم تعملوا خطط لكل السيناريوهات المحتملة، إذا حصل كذا هنعمل كذا، حصل كذا. يا لهوي، ثم إيه رأيك؟ أتوكل على وأنتظر إلهي وبكلامه أرجو، حط ثقتي فيه واستناه هو. ايه اللي يخليك تعرف تستناه هو؟ بولس بيقول: لاني عالم بمن امنت. انا عارفه، انا عارفه. وعشان كده هنا بيرجع يقول ايه: لم اخفي رحمتك وحقك عن الجماعه. انا عارف رحمتك وحقك، انا عارف، انا عارف. فده اللي خلاني استنيت، وده اللي خلاني طول النهار بقول للناس هو رحيم، هو يفدي نفوسنا زي ما بيقول في مزمور 130. لأن عند الرب الرحمة وعنده فدا كثير. لما بنصلي: يا رب افدي هذا الشعب، الصدام اللي يحصل ده افدي الناس من افديهم، لأن أنا عارف أنه عنده الرحمة وعنده الفدا. لو ساب الناس لبعضها كده هتطبع بعض، لكن عنده الرحمة وعنده الإيه؟ الفدا، فيرحم هذا الشعب، يفدي هذا الشعب، يعفو، ينجي. عالم بمن آمنت، عارف قدرته وسلطانه، عارف محبته، عارف رحمته، عارف أمانته، عارف إخلاصه، عارف لما يعد يفي، ولما يجي يجي في ميعاده ما يتأخرش. عالم بمن آمنت، ده اللي خليني استنيه هو. طب فلان هيعمل ايه؟ طب فلان هيعمل ايه؟ طب دول عملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ طب القضيه لو راحت المحكمه وتحكم فيها كده هيحصل ايه؟ طب لو جم وحرقوا البيت هيحصل ايه؟ في سيناريوهات كثيره قوي على مستوى حياتك الشخصيه. طب هقعد كده من غير شغل، طب هكمل ازاي؟ طب عالم بمن آمنت، مش كده موقن انه يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. الحقيقه الثانيه، ليه بنتظر ربنا؟ بكلامه رجوت. يعني ايه؟ يعني هو وعدني بحاجه، فانا شايف اخر المشوار. خلي بالكم الفكره دي، انا مش بس عارف هو مين، انا عارف اخر المشوار ايه، انا عارف اخر المشوار ايه. ايه اللي يخليك يا يوسف تحتمل التجربة الشديدة دي؟ إخواتك يخنوك ويبعوك وتتحول إلى عبد، ومرات فوطيفار تطمع فيك وتوديك في 60 داهية وترميك في السجن. إيه اللي يخليك تستحمل؟ إن أنا عارف آخر المشوار، هو قال لي وراني وأنا صبي صغير، وراني آخر المشوار، وراني حزمتي قائمة والحزم الباقية ساجدة لي. أنا عارف آخر المشوار. ما تكون عارف نهاية القصة انها صعبة، وبعدين تشوف في احداث درامية وتشوف البطل هيتقتل والبطلة مش عارف هيحصل لها ايه وهيطور رقبتها، وانت عارف اخر، انت عارف اخر القصة، تعمل ايه؟ تطفي؟ ها؟ تروح مغمض عينيك تقول ايه؟ يا لهوي، انت عارف، انت عارف، انت عارف انه حد هيروح داخل ومنقذ البطل وينقذ البطلة ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، انت عارف اخر القصة. لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع كلمة منه بتقول لك آخر المشوار، بتقول لك إنك هتقف أمام ملوك وشعوب وتشهد ليه، بتقول لك إنك هتحمل الإنجيل لأمم كثيرة، وإنه لا يقع أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. أنا عارف آخر المشوار، أنا عارف البلد دي رايحة على فين، رايحة للنجاة وللبركة وللمواعيد الإلهية. أنا عارف آخر المشوار، عشان كده أنا مستحمل. عشان
عشان كده أنا قاعد هنا انتظارا، انتظرت الرب لأني عارف آخر المشوار. عايزين نشجع بعض الكلمات اللي احنا قريناها ديت من مزمور 27. آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء، مش بعد ما أموت. أنا عارف هناك السماء حلوة قوي، لا هنا هنا. عشان كده انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، واعمل ايه؟ انتظر الرب. عشان كده في إشعياء 40 بيقول منتظر الرب يعملوا ايه؟ يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يجرون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون، يرون قدام الله في صهيون. انتظارا انتظرت الرب لاني عارف هو مين، ولاني عارف اخر المشوار. عمل ايه ربنا لما لقاني استويت ونضجت، لما لقاني حطيت ثقتي فيه وانتظرته بصبر ويقين أكثر من المراقبين الصبح؟ ماليش دعوة الناس بتقول إيه، ماليش دعوة بالسيناريوهات المختلفة، ماليش دعوة بالاحتمالات بيقولها أطباء، نسبة العلاج كم في المية ولا نسبة النجاة كم في المية، ماليش دعوة، ماليش دعوة بكل ده. أنا انتظارا انتظرت الرب، مال إلي سمع صراخي، مش بوطي صوتي، بصرخ بصره. مجنون؟ لا مش مجنون، هناك من يسمع الصراخ. عرفت منين انه مال اليك وسمع صراخك؟ لانه اصعدني، مش بس اصعدني من الطين والوحل ونظفني وغسلني واقام على صخرة رجلي، صخرة الإيمان، صخرة الخلاص، صخرة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في موضع عالي، وثبت رجلي فلم تكن تعد متزعزعة ولم تعد تغوص في الرمال المتحركة أو في الطمي أو في الطين، صرت أسير سيرا حميما واثقا. أصعدني وأقامني وثبت رجلي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، ما قلتهاش قبل كده. اداني لحن جديد، اداني كلمات جديدة، اداني نشيد جديد اغني وناس كتير تسمعه من حولي، وانا بشهد بكم صنع الرب بي ورحمه. ده إيماننا، أنه يفدي نفسي من الحفرة، أنه يخلص وينجي، أنه يسمع ويصغي فيصنع، فيصنع. مش مجرد إله سامع الصلاة، ما بنعرفش سمع ولا لا، لا 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 بنعرف أنه يستجيب، أنه يستجيب وبيغير الأزمنة وبيغير الأوقات. النتيجة لكده كثيرون يرون، يرون حياتك انك في قلب الأزمة انت منتظر وصابر وعلى اليقين، وشافوا اللي ربنا عمله معاك وكيف أخرجك وكيف جعل في فمك ترنيمة جديدة. كثيرون يرون يخافون الله، زي ما حصل مع الفتية الثلاثة، زي ما حصل مع دانيال. الملك يصدر أمر، ما حدش من هنا ورا يقول كلمة على إله دانيال، ما حدش من هنا يقول كلمة على إله شدرخ وميشخ، لأن ليس هناك إله ينجي كهذا، ما حدش إياك واعد يفتح بقه. كثيرون يرون فيحصل إيه؟ فيخافون الله، مش يخافون من الله، فمهابة الله تقع عليهم. ولما مهابة الله تقع عليهم يخافون ويتوكلون على الرب. ده اللي احنا عايزينه،
اللي نحصل في حياتي اللي ربنا بيعمله فيا وسط الازمه وسط الظروف الصعبه، زي خلال السنتين ونص الكنيسه عماله ترنم وتفرح وتهلل وتهتف وتصلي وتنتظر الرب، والناس بتبص عليكم كده، انتوا مين؟ انتوا مين؟ كثيرون يرون واللي بيشوف بيخافون. لسه واحد بعت لي اختبار بيقول مريت بظروف صعبه جدا ومراتي توفت وحياتي اتدمرت، جيت هنا حضرت اتحسيت وتشجعت وتغيرت وفرحت وعايز اخدم ربنا، مجرد جه وشاف حضور الله، شاف التعزيه، شاف القوه، شاف التشدد، شاف الايمان، اتغيرت حياته. كثيرون يرون فيخافون ويعملوا ايه؟ ويتوكلون على الرب. ولما ربنا هينجي هذا الشعب هينجيه، بعد وحل وطين وظروف صعبه هينجيه. كثيرون من الشعوب سيرون ويخافون ويتوكلون على الرب. افتكر اني قلت لك الحكايه دي. ده القانون دايما، دي الحقيقه دايما، تكون لي شاهدا بما رايت وبما سمعت. اختم فاقول انا عايز ناخد وقت برضه نصلي. بيختم في المزمور ده بيقول كلمات جميله جدا، ليخزى ويخجل، عدد 14، ليخزى ويخجل معا الذين يطلبون نفسي لاهلاكه، ليرتد الى الوراء وليخزى المسرورين بأذيتي، ليستوحش من أجل خزيهم القائلين لي ليبتهج ويفرح بك جميع طالبك، ليبتهج ويفرح بك جميع حتى وسط ظروف صعبة، ليقل forever، ليقل أبدا محبه خلاصك. إيه الكلمة اللي يقولوها؟ يتحصن الرب، أنا عايزك تنجيني، أنا عايز تقيم على صراط، مش عايز أقعد في الطين ده أكيد، أنا عايز ترنيمة جديدة أنا أكيد، أنا عايز أفرح أكيد، بس فوق كل ده أنا عايز حاجة أهم من كل ده، أنا عايز ليتعظم الآن في جسدي المسيح سواء كان بحياة أم بموت، ليقل أبدا محبو خلاصك. اللي بيحبوك واللي مستنين خلاصك ليقلوا أبدا أبدا، الكلمة اللي في بقهم، الرغبة، الصرخة، الطلبة، التوقع، الانتظار اللي هم عايزينه، ليتحصن اسم الرب. وقفوا معايا. أنت واحد من المنتظرين الرب اللي بصبر وإيمان ويقين للسما شخصين ومنتظرين وعارفين آخر المشوار، أنا عارف آخر المشوار، النهار جاي، الرب يتعظم، الرب يخرج الأمة دي والشعب إلى الحياة، أرى جود الرب في أرض الأحياء، في حياتك الشخصية تراها، في حياتنا ككنيسة نراها، في حياتنا كشعب وأمة نراها، لأن بكلامك رجوت، باللي أنت وعدتني بيه أنا بنتظرك، أنا مش بنتظر مواعيد وعدت بيها نفسي، أنا مش بنتظر حلمت بيها أحلامي الشخصية، أنت اللي خلتني أشوف الحزمة والحزم الساجدة ليها، أنت اللي خلتني أشوف وأسمع كلمة منك أني أكون صياد الناس وأني أشهد ليك أمام أمم وشعوب، أنت اللي قلت لي وأنا بكلامك رجعت. أمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتنادي، حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك يستني.
فهمتش مشيئته ولم ترى شخصه ولم تسمع كلمة من أذنه. يبقى إزاي تتوقع أيام الفرج؟ يبقى إزاي تتوقع أن الفترة دي هتخلص؟ الهدف منها ما خلصش، ما حصلش. اوعى تفتكر أنك هتفهم وهتسمع وهترى في الوسع، في الراحة، وإحنا بنلعب وإحنا بنهيص وإحنا محتفلين. لا 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 لا، وإحنا محتفلين بنبقى محتفلين. لا بنفهم ولا بنشوف ولا بنسمع، بنبقى مشغولين اننا نحتفل. احنا بنفهم وبنرى وبنسمع في وقت الضيق، في الوقت الصعب، في جب، في طين الحمل. ارفع قلبك وانت واقف، خد دقيقة كده وقول له عايز افهم مشيئتك، عايز ابصر البار، عايز اسمع كلمتك، عايز اختبرك. اريل انكاونتر، اريل انكاونتر وذ يو، لقاء حقيقي في الالم، في الضيق، في العوز، في الجوع، في العري، في هذه جميعها يعظم انتصارنا. وسط الظروف دي يعظم انتصارنا. قبل الفرج، قبل الترنيمة الجديدة، قبل ما يقيم رجلي على الصخرة ويثبت خطواتي تحتي فلا تتقلقل عقباي، افتح عيوننا نراك في هذه الأيام، افتح وذاننا نسمعك في هذه الأيام، افتح أذهاننا لنعرف مشيئتك. مش نقدر نقول مع ابنك فأنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. تكتب شريعتك في داخلي، أبقى عرفتك، أبقى مرنت أسمع صوتك، فتصنع مني صياد للناس، فتصنع مني شاهد بما رأيت وبما سمعت. فكثيرون يرون ويخافون ويتوكلون. We'll be right back.
اختار حد من اللي حواليك وصلي معاه، اقعد مكانك. خلي كلنا نسكو قلوبنا، قول يا رب انا واحد من المنتظرين دول، على مستوى حياتي الشخصيه، على مستوى الكنيسه، على مستوى البلد، انا واحد من المنتظرين الرب. وبقول لقلبي النهارده ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. لأني عالم بمن آمنت، ولأني شايف آخر المشوار، شايف آخر المشوار. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. في وسط الكنيسة وشعبك هنا راكع بصلي وبطلب لمصر رجايا في وعودك عبر السنين، تصنع من الكسر نصر، تصنع من الوحل، من جب الطين، من الحمقى تصنع صخرة تقيمني عليها وتثبت رجلي عليها وتضع في فمي ترنيمة جديدة. وكثيرون من اللي حولي وشعوب كثيرة ترى وتخاف وتتوكل على الرب. وقف معايا، انت قائدنا، عارفين اخر المشوار، عارفين في صبح وفي نهار، عارفين ان في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. انت قائدنا يسوع البار، نبعي رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبعي رجانا.
بنسبح ونذبح وبنهتف مجدل وبنهتف مجدل يا بني بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدل يا بني ارفع اسمك ونعلي اصلنا فيك النهارده في مظاهرات هتبتدي تنزل الشوارع. ابتداء من النهارده الاحتقان والتوقعات والسيناريوهات المختلفه هتبتدي تتحول من احتمالات الى احداث. يمكن الاسبوع اللي فات في المحافظات الدنيا ساخنه، لكن هنا في القاهره الدنيا كانت إلى حد كبير هادئ. أفتكر بداية من النهاردة الأمور لن تعود كما كانت. ونعايز كلنا نرفع إيدينا كده نقول يا رب عايزين نحط السيناريو الإلهي، الخطة الإلهية، المشيئة الإلهية. أنت العلي، أنت المتسلط في مملكة الناس، أنت حتى قلوب الملوك في يدك كجداول المياه. انت تقدر تعمل اي حاجه وكل حاجه، تظهر للناس بالليل، تقدر ترفع مخافتك على الناس فتلقي باسلحتها وترفض كراهيتها وعنفوانها وتصنع سلام. صلي معايا قول يا رب الخطه الالهيه، المشيئه الالهيه في بلادنا تكون. باسم يسوع نقف ضد المخطط الشيطاني، باسم يسوع نقف ضد إرادة بعل زبول، باسم يسوع نقف أمامك يا عدو كل بر وكل خير. صلي معايا، صلي، أصرخ أصرخ قدام ربنا في إيدك الأسبوع ده من النهاردة، من النهاردة يا رب، في النهاردة يا رب تأتي بمهابتك، تأتي بمخافتك يا رب من النهاردة، ليتعظم اسم الرب، ليتعظم اسم الرب، ليقل محب الرب من الآن وإلى الأبد، ليتعظم الرب. قول معايا ليتعظم الرب، ليتعظم الرب، ليتعظم الرب في كل مشيئة إنسانية، في كل مشيئة شيطانية، في كل مؤامرة شريرة. يا سيدنا الرب تعال بسلامك، تعال بمحبتك، تعال بفدائك، تعال بدمك، دمك 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 الفادي اللي يطهر من كل خطية ومن كل كراهية ومن كل بغضة، الذي يفدي نفوس عبيده، الذي يفدي نفوس هذا الشعب. يا ابن الله، يا ابن الله، يا ابن الله،
مزروعك من تحتنا، غطاء مجدك فوقنا، أنت لنا من مثلنا نهتف هللويا. مزروعك من تحتنا، غطاء مجدك فوقنا، أنت لنا من مثلنا نهتف هللويا. عندنا تنبيهات صغيرة قبل ما نختم الاجتماع. ممكن نخدم الرب جامعة طيانة واحنا بنخدم، هيتوزع علينا النهاردة غير الأماكن اللي بنلم فيها العطا مظاريف صغيرة. ممكن الأسيس محب يجي يقول لنا ليه هنلم المظاريف؟ احنا شفنا السنين اللي فاتت مع بعض، ربنا جه كلم الكنيسة ان احنا نقيم من الشباب جيل مكرس للرب عشان الأيام زي دي. مش ده اللي شفناه؟ كم واحد شاف معايا في 4 سنين اللي فاتوا حركه قويه من الروح القدس في بلدنا في كنايسنا من خلال مؤتمر وان ثينج للشباب. كم واحد شاف شباب في بيته في كنيسته في مكان تاني؟ شفنا شباب صحيح واقف بيبني الكنيسه، اسس كتير بيقولوا لنا شباب بيبني بيوت صلاه، وشفنا عمل الله بقوه في وسط الشباب ولسه مستنيين اكتر. لكن زي ما الرب كلم الكنيسه عن الشباب، احنا بقالنا فتره طويله ربنا عمال يكلمنا عن الاطفال، عن اطفالنا. واضح انه في خطط شيطانيه شريره رايحه للاطفال في مدارسهم في تعليمهم في مناهجهم. لكن قلب الله لينا في الايام دي ان احنا نشوف عمله في وسط الاطفال، نشوف اطفال بيصلوا. الكتاب بيقول انه من افواه الاطفال والرضع استسقى حمد. عارفين يعمل ايه التسبيح والحمد ده؟ بيسكت عدو الخير. يعني احنا عاوزين نسكت عدو الخير الايام دي نجيب مين؟ اطفال. صلوات بإيمان. أنا شفت أطفال في حتت كتيرة جوه مصر وبره مصر بيصلوا المرضى وبيشفوا بجد. شفت أطفال بيصلوا بدموع لبلدنا ومش مصريين. إحنا عايزين نشوف عمل الله وسط الأطفال في الأيام دي، والرب كلمنا بده وتشجعنا وبقالنا شهور بنصلي. وزي ما شفنا وان ثينج للأطفال، السنة دي هنشوف للشباب، السنة دي هنشوف وان ثينج للأطفال من سن 8 ل 14 سنة. وعايزين النهاردة ناخد دقيقة نصلي للمؤتمر ده. المؤتمر ده بعد 16 يوم من يوم 30/6، يوم 16/7. ولو في حاجة حصلت في الأيام دي ممكن المؤتمر ده يتأجل. المؤتمر ده فيه حوالي 2500 3000 طفل جايين وسطينا من كل حتة في مصر، وده أول تجمع نعمله بناء على الرب قالهن هاتوا الأطفال ليا وأنا هسكب روحي على البنين والبنات. أمين.
في جيش من الأطفال هيقف، في جيش من الأطفال هيصلي لمصر الأيام دي، في جيش من الأطفال هيقف قصاد العدو ويسكته بتسبيحات صدقة وحقيقة وبسيطة. والنهاردة عايزين نقف في كنيسة نرفع أيدينا كده ونقول يا رب لتأتي مشيئتك يا رب في هذه الأيام على الجيل ده، أمين. فإحنا عايزين نقف نصلي، وبعد ما نصلي املأ قلبك النهاردة بإيمان إن رب يسدد الاحتياج. الأحداث الكبيرة دي احتياجاتها مهولة، وبالذات لو من الأطفال، للأطفال والبيت والعيلة في مصر مفيش ميزانيات لمؤتمرات زي دي، عندنا عجز كبير قوي بدون ذكر الرقم بالضبط. وعندنا إيمان زي ما شفنا إنه الرب بيسدد احتياجات في مؤتمرات وان ثينج، وفي حسبها صح عندنا إيمان المؤتمر ده بالذات فلوسه هتيجي قبل ما نروح، ده إيماننا، لأنه الرب عايز يجمع الأطفال، لأنه الرب قال دعوا الأطفال يأتون إلي. عشان كده خد النهاردة من الرب تبارك المؤتمر ده إزاي، أمين. فإحنا المظاريف موجودة في إيدينا، ويمكن الخدام هنجمع عطا تاني، هنجمع عطا تاني مخصوص. فخلونا نصلي، تعالوا نقف مع بعض دقيقة نصلي. نصلي كده كلنا، نفسي نصلي بصوت واحد، كلنا نصلي بصوت واحد واحنا رافعين ايدينا بإيمان، نقول يا رب تثبت مقاصدك يا رب، وكل مؤامرات عدو الخير تهدم على الجيل ده وعلى الأطفال. احنا بنصلي للمؤتمر، صلي بكل قلبك، اصرخ معايا يا رب عايز يجي للأطفال وينقذهم من كل شر وخطية وكل روح شريرة بتعمل في هذا الجيل. عايزين نصلي لأطفالنا حماية على أذهانهم من التعليم والضلال الغلط. عايزين نصلي لأطفالنا النهاردة أنه ينمو في نعمة المسيح، والرب يقيم منهم جيل ثابت في محبته، ثابت على كلمته، ممتلئ من الروح القدس، جيل ممسوح، وهم صغيرين نشوف حصاد عظيم من خلالهم. صلي النهاردة للمؤتمر ده، صلي النهاردة للإيفنت، جيل يقول له أنا للرب، أنا للرب. المؤتمر ده عنوانه أنا للرب. تعالى يا رب احنا النهاردة بنتكلم بإيمان ونتلبأ بإيمان على هذا الجيل أنه يكون ليك بالكامل، جيل مخصص ليك يا رب. احنا بنصلي للحدث ده، أنت يا رب تيجي في الأيام دي وتسكب روحك، أنت تيجي في الأيام دي للأطفال، اجمع يا رب أطفالك في الأيام دي في اسم يسوع، في اسم يسوع. وإحنا بنجمع العطاء، معلش هستأذنكم في دقيقتين، إحنا عندنا فيديو صغير نفسنا نزيعه على سات سيفن عشان كل الناس بتتفرج على اجتماعنا يشوفوا المؤتمر. وإحنا بندعو الكنائس التانية، إحنا بندعوكم هاتوا أطفالكم معنا، الحجز بيكون في كنيسة قصر دوباره، هتعرفوا التفاصيل كلها من خلال الفيديو ده. خلينا نتفرج على الفيديو وإحنا بنجمع العطاء، وأشجع الناس اللي بتتفرج على سات سيفن إن هم يدعو الناس والأطفال في كنائسهم. خلونا نتفرج مع بعض على الفيديو. قلوبنا بأشواق للجيل الأصغر للأطفال، ده الوقت اللي فيه ينسكب الروح القدس على البنين والبنات. كان الرب بيقول لنا إنه على بداية السنة دي على 2013 هتحصل ولادات روحية وجسدية كمان، إنه جيل هيولد يعبد الرب. ربنا هيستخدم الإيمان ده بشكل قوي قوي الوقت اللي جاي. نفس الكنيسة ترجع تاني توسع لها المنابر بتاعتهم، والرب يستخدمهم فيها بقوة. مصدقين انه صلوات الاطفال هتغير في واقع احنا مش شايفينه، في علاقة بصحة وتعليم وسياسة واقتصاد. الاطفال دول ربنا هيستخدمهم بصورة نفس اهلهم، هيبقوا مذهولين. في بيت الوادي هنتجمع اطفال من كل ارض مصر، هنتقابل علشان نصلي، هنصلي عشان بيوتنا، عشان مدرستنا، عشان كنيستنا، كمان عشان بلدنا. والرب ابتدى ينادي الكنيسة انها تعمل نفس الايفنت ده وان ثينج بس للاطفال، عشان نشوف اطفال بيصلوا بايمان، بيصلوا للمرضى، بيصلوا لمصر، واطفال عايزين يعيشوا للرب. هنستمتع بيه جدا، هنرنم له من كل قلبنا، هنفرح وهنعبده وهنشوفه وهو بيعلن لينا عن اللي في قلبه علشان خاطر يجي ويفتقد حياتنا. لان كل حاجه بنعملها ربي يسوع هيبقى شايفها وسامعها، وكل صلاه بنصليها هو يستجيب ليها. حدث فعلا مميز انه احنا نكون بنجمع شبابنا الصغير من 8 سنين ل 14 سنه. المؤتمر هيكون عدد كبير قوي، يمكن يوصل ل 3000 طفل. عايزين كل خادم يجي ويبقى معاه 5 اطفال. عايز اشجعكم ابدأوا صلوا من دلوقتي عشان الأطفال، عشان ولادكم، حطوا ايديكم عليهم وقولوا يا رب نباركهم، باركهم، احفظهم، كرسهم. نشجعكم قوي، تعالوا يا مدرسين مدرس أحد، هاتوا أطفالكم وتعالوا يا أطفال، تعالوا وافرحوا بالرب. أنا جاي أشجع كل واحد أنه يروح مؤتمر وان ثينج للأطفال، لأن الوقت ده هيكون حلو بجد، وربنا هيجي يستخدم الجيل ده فعلا ويغير فيه. هيبقى في معجزات كتيرة قوي، احنا فعلا نقدر نعمل حاجة، احنا مش صغيرين. متوقعين حضور إلهي عجيب. مستنيينكم في بيت الوادي 16 و17 و18 سبعة.
هيبقى فيه لعب وصلاة وتسبيح وحاجات ومفاجآت كتيرة قوي. تعالوا ما تكسلوش. أمين، احنا عندنا فيديو تاني برضو عاوزين نعرضه ليكم. عن فاكرين حضراتكم راحوا قفلة في بني سويف تالي جمعة اللي فاتت على طول، وحضراتكم اتبرعتم ليها بكتير، كانت توزع الحاجات اللي انتوا اتبرعتوا بيها. ممكن نشوف فيديو برضو دقيقتين كده او دقيقتين ونص عن القفلة اللي فاتت، وهم طلبوا مننا ان احنا نعرض الفيديو ده، ومن حق حضراتكم الحقيقة ان انتوا وغيركم اتبرعوا، فمن حقهم يشوفوا الفيديو ده. أجمل شعب متبركين في الأرض الغالي من بركان بكلام الرب، بكلام الرب مصرنا يا أم الدنيا شعبنا. أجمل شعب، أجمل شعب متبركين في الأرض الغالية ومن بركان بكلام الرب، بكلام الرب ليكي سلام من قلب الله. كون يا بلدي أرض السكنة، ليكي سلام من قلب الله. كون يا بلدي أرض السكنة، كون في خير وانتي في رضا، سيري في نور وجه الله. قلبك لله ارتاحي، ارتاحي وفرحي، وفرحي وفرحي قلبك لله. يد الله تحميك يا بلد بترسيك. وطلبوا مني فعلا اقول لكم تجهزوا، في قفله جايه قريب قوي الاسابيع اللي جايه، فجهزوا نفسكم. مش عارف احنا نطلب منكم ايه ولا ايه، لكن الرب غني جدا. طيب عندنا شويه اجتماعات، شويه تنبيهات كده بسيطه. بعد الاجتماع على طول الساعه 1:30 عندنا اجتماع لقاده مجموعات والسب ليدرز فوق في المبنى الجديد من 1:30 لغايه 4. فمن فضلكم قاده مجموعات في قاعه ابراهيم سعيد هنا من 1:30 لغايه الساعه 4. في انضمام لمجموعات، لحضراتكم اللي عاوزين انضم المجموعات بتجمع اساسا في البيوت في بعد الاجتماع او في اوقات تانية. اذا كنت عاوز تبقى في عيله صغيره تعرف اخبارك وتعرف اخبارها وتعلموا وتشاركوا وتصلوا مع بعض، فيها تلاقي ناس هتقابلك ورا تملى استمارات وتاخد منك كده شويه بيانات وتتصل بيك بعد كده الانضمام للمجموعات. مؤتمر صباح الجمعة لسه الاستمارات ما جاتش منه. المؤتمر ده هيبقى يوم 28/8 ليوم 31/8. احنا بس بنقول لكم الميعاد عشان تحجزوه، تحجزوه للي عاوز يطلع المؤتمر في بيت الوادي في الوقت ده. قلنا برضو كذا مرة المؤتمر ده، في فاكرين قلنا عاوزين نشتري شاشتين كبار هنا، وشاشة كبيرة قوي في القاعة اللي بره، وسماعات كبيرة، عاوزين نشتري أسانسير للمبنى الجديد، وحاجات كتيرة قوي هتتجدد في كل القاعات، حاجة و20 تلفزيون. التكلفة بتاعتها حوالي 650,000 جنيه، وصل منهم لغاية دلوقتي 250,000 جنيه، لسه 400,000 جنيه بنعمة الرب هيكملوا. أي واحد عاوز يتبرع هيلاقي برا ناس تقدر تديله صلات بالمبلغ اللي هو عاوز يتبرع عنه. مؤتمر جامعة بيعلن ان في مؤتمر الاجتماع جامعة من يوم 18 يوم 21/7 في بيت الوادي، الحجز بره مع رامي، كان حد مننا في مؤتمر جامعة. انتقل للامجاد السماوية والدة داليا وراندا عوض وحماة الشيخ فايز اسحاق، والعزة هيكون يوم الحد اللي جاي هنا في الكنيسة الساعة 3، والساعة 7 هيكون العزاء. هيكون استقبال المعزين الساعة 7 يوم الحد، والساعة 3:30 والساعة 3 هنا في الكنيسة، حماة الشيخ فايز اسحاق ووالدة داليا وراندا عوض.
متهيألي كلنا نعرفهم، واحنا منتظرين راندا لغايه ما تيجي من امريكا. ممكن نقف مع بعض ونختم بالترنيمه، وبعدين جناب الراعي الاسيس سامح حنا يجي يصلي لنا للطلبات وبركه الرسول. ما تنمي ده اللي اسمك يا عجيب.